مساء الخير، مساء الرسائل الحلوة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل. مساء الخير عليك يا علي. مساء النور، وأهلا بكل المتابعين برنامج رسائل في حلقة جديدة من برنامجكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة ما بقناش قادرين نستغنى عنها، بقت إدمان لكل العالم مش للمصريين بس. هنتكلم النهاردة عن ظاهرة التواصل الاجتماعي، سواء مميزاتها أو عيوبها وتأثيرها على الناس. فعلا السوشيال ميديا بقت حاليا جزء لا يتجزأ من حياتنا، وفي ناس كتير جدا بتستغلها استغلال كويس، زي ان هي تكسب منها على الجانب المادي او على الجانب العلمي، ولكن في جزء كتير كبير جدا بيستغلها استغلال سيء، ومش بيضروا نفسهم بس، بيضروا كمان اللي حواليهم. وبرضه مش كده، من العيوب اللي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي هو الارتباط. دلوقتي الارتباط بقى على الفيسبوك او انستجرام او يوتيوب او تويتر، الولد يرتبط بالبنت، بعد ما يرتبطوا ببعض يبدا بقى يبتزها بالشات اللي ما بينهم، بالصور بتاعتهم، ودي مشكله كبيره جدا. انتشرت الفتره الاخيره دي قضايا كتير جدا بتتعمل على الانترنت، ده غير كمان بقى التيك توك. ده انا بحس لما بدخل التيك توك ده بحس ان انا داخله كوكب تاني، وكل اللي عليه ناس منفصلة عننا تماما، شكل تاني، تصرفات تانية، بيتصرفوا بشكل غريب جدا، بحس ان دول في كوكب واحنا في كوكب تاني خالص. يعني هو اسمه توك توك مش تيك توك. انا عارف ان انت مسميه توك توك. ايوه، لان اللي ظهر عليه او اللي بيحصل عليه دي كارثة كبيرة جدا. اي واحد عايز يتشهر دلوقتي يطلع على تيك توك او توك توك، خلينا نقول عليه توك توك، يطلع عليه ويبدا بقى اللي عايز البنت اللي عايز تشهر، كل ما تقلع اكتر كل ما تشهر اكتر. الولد اللي عايز يشهر يبدا يقول الفاظ مش كويسه عشان تعلم مع الناس، يبدا يقول حاجات خارجه كتير. كل ده هدفه الوحيد اللي هو يجمع عدد من المتابعين كتير جدا، وده حتى لو الانتقاد بتاع الناس سلبي، حتى لو الناس كرهاه، بس هو عنده هدف بيكمل برضو. عندك كمان بقى اليوتيوب برضو، والناس اللي على اليوتيوب بقى دي يعني اتجننت دلوقتي. الستات بتطلع تعمل الروتين اليومي ويبدأوا يستعرضوا في جسمهم علشان يجيبوا مشاهدات، كمان الناس اللي بتصور حياتهم الخاصة وأدق التفاصيل بتاعتهم علشان يطلعوا ترند على اليوتيوب. وفعلا بتيجي تشوف الترند على اليوتيوب كل يوم، بتفتح تلاقي الترند الأول والتاني والتالت، نوع المولود، خبر حمل، حماتي مش عارفة زعلتني، أكلنا إيه النهاردة، عملنا إيه، فتلاقي إن حاجات تافهة جدا، مفيش أي محتوى، مفيش أي رسالة، ولكن هو بس الحب الشهرة وجمع المشاهدات والمتابعين حتى لو بالانتقاد. وحقيقي مش عارفة يا علي يعني إيه فايدة الشهرة لو مش بحب الناس. يعني ما تفرقش معاه، يعني شخص عايز يتشهر بأي طريقة، سواء على ألفاظ أو سواء على البنت تقلع اكتر، اي اسلوب قذر هو يعني حابب يتشهر وخلاص، فده مش فارقه معاه. وبرده ده احنا مش بنقول ان الناس تقاطع وسائل التواصل الاجتماعي، لا، اوكي، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل افضل واحسن في الصح، لان كل سلاح ذو حدين، ممكن تستخدمه في الصح وممكن تستخدمه في الغلط. مثال بسيط زي سكينة، انت ممكن بالسكينة ممكن تحضر الطعام بيها، وممكن بالسكينة تقتل، فبيعتمد على يعني استخدامك للسلاح اللي في ايديك سواء صح او غلط، ده اختيارك انت، وانت الوحيد المسؤول عن اختيارك. فياريت اختيارك يكون لوسائل التواصل الاجتماعي يكون في الصح مش في الغلط. انا باكد على كلامك يا علي في جزئيه ان احنا مش بنقول للناس ان احنا نقاطع السوشيال ميديا او كل وسائل التواصل الاجتماعي، لان هي فعلا ممكن نكسب منها بشكل كبير جدا زي ما قلت من شويه برضو، سواء على الجانب المادي، ناس كتير جدا بتشتغل اونلاين بتبدا تكسب، في ناس تانية بتستفاد على الجانب العلمي، بداوا ياخدوا كورسات مجانيه على النت، دي بقت كتير جدا وبقت في كل المجالات، كمان ممكن يتعلموا لغات جديده، كميه المعلومات والثقافه اللي موجوده على جوجل مثلا، يعني كم كبير جدا من الثقافة اللي ممكن الواحد يستفاد منها وهو قاعد في بيته وفي مكانه، ولكن برضو بنلاقي الناس اللي بتستغل ده في شكل مش كويس. عارفة ليه في بداية الحلقة قلت عليه إدمان؟ بقى إدمان أو وسائل التواصل الاجتماعي كلها بقت إدمان، لأني بحث كده قريت عنه واتأكدت منه. بيقول إن الإنسان لما بيبدأ ينشر بوست
على الفيسبوك او تويتر ايا كان، يعني في ماده في دماغه بتبدا تتفرز. الماده دي اسمها الدوبامين. الماده مسؤولة دي عن السعاده. طبعا الماده دي هي المسؤوله عن السعاده، ودي بتنتج نتيجه ان بيبقى في تفاعل على البوست وفي لايكات فيبقى مبسوط جدا، فخلاص هو بقى ادمان. كل مره ينشر بوست هكذا خلاص بقت عاده. من هنا برضو ونقول حته ان هو لما بيلاقي تفاعل وكده، ما هو برضو المشكله او الجانب الاكبر على الناس اللي بتتابع بقى المحتوى السيء ده. انت بايدك ان انت ما تخليش المحتوى ده يكبر، لان انت انتقادك ده بيزود المشاهدات وبيزود الكومنتات عنده، فاحسن رد فعل للمحتوى السيء ان انت تتجاهله تماما. فتعالى يا علي بقى نبدا نشوف التقارير النهارده اللي احنا عملناها من الشارع. عملنا جزئين، الجزء الاول اتكلمنا مع الشباب عن ظاهره الارتباط على السوشيال ميديا وخدنا رايهم، والجزء الثاني عملناه مع شباب التيك توك ورحنا اكتر مكان هم بيتواجدوا فيه بيصوروا الفيديوهات بتاعتهم. فتعالوا نشوف اول تقرير معانا عن شباب التيك توك ونرجع مره ثانيه. استفاد ايه ان انت بتعمل الفيديوهات دي؟ عادي، اللي هو يعني بنحبب فينا الناس ونفرح الناس وكده، ان هم مثلا حبونا والكلام ده، فلازم نضطر نعمل فيديوهات. دي اختك صغيره، ايه اللي خلى الفكره ان انت تاخد اختك معاك في الفيديوهات؟ هو انا مثلا عملت فيديو انا واختي الصغيره اول فيديو بدات، فالناس حبت الكلام ده، فاللي هو خلاص انا عملت مع اختي على طول. مش شايف ان هي حاجه مثلا مش لطيفه ان انت تاخد اختك الصغيره معاك في الفيديوهات وكده؟ يعني هو مش حوار ليها مثلا حاجه مش لطيفه، لا هي اختي الصغيره، فاللي هي كمان 12 سنه، فهي لما تكبر اصلا مثلا يعني خلاص، يعني مثلا اول ما تتم 16 سنه 15 سنه خلاص كده مش هتخليها تعمل معاك فيديو كده. ليه بقى؟ عادي، عشان الناس برضو اختها تكبر، ف نظرات يعني حاجه مش حلوه ان البنات بتعمل تيك توك. لا حاجه مش حلوه، بس هي اختي صغيره، فالناس كلها عارفه ان اللي بيتفرجوا عليها ان هي صغيره وكده، فحبوا اختي الصغيره، فلما تكبر اكيد مثلا خلاص يعني همنع الحوار ده، فانا هبقى انا. انت بتضحك الناس، انا شايف انت بتقدم محتوى كوميدي بشكل محترم عشان هدفك ان انت تضحك الناس، صح؟ طب في ناس تانية بتقدم محتوى بذيء او صفيق، ماشي، ما تعرفش هي عايزه تضحك الناس ولا عايزه تتشهر بحاجات مش كويسه بتعملها. هو مثلا اللي بيعمل، انت ايه رايك في الظاهره دي؟ هو اللي بيعمل مثلا مع بنات يعني اللي هي كبيره والكلام ده، لازم يطلع البنت في الفيديو والكلام ده، كل ده بيبقى عايز يعمل كده عشان يتشهر. فاللي هو بيعمل مثلا معاها خمس فيديوهات ست فيديوهات وخلاص، البنت مثلا بتمشي كده خلاص، يعني اللي ايه بعد كده يروح مثلا لبنت ثانيه يعمل مع بنت تانية، اللي هو ايه يعني بيستغل البنات، بيستغل مثلا البنت بس. أيوه. وافضل البس ملابس مش كويسه. أيوه. واقول حاجات يعني مش كويسه علشان اتشهر وعشان يلقط مع الناس. أيوه. يعني وحتى لو جالي انتقاد سلبي إيه ده بيشهرنا، بتحسبها ان هو هيشارك اكتر، فالناس تزيد اكتر في اللي هو بيتقدموا المحتوى. أيوة الواحد البرنامج مثلا لما مثلا واحد يبقى طالع مع بناته وكده يعملوا حركه مثلا في الفيديو تبقى غلطه مثلا، الناس تفضل تعلق عليها، فمعنى كده الفيديو مش مثلا اللي هو بيقع يعني ما بيجيبش، لا بيطلع يعني بيظهر للناس اكتر في السوشيال ميديا عامه كلها، والتطبيقات الجديده اللي ظهرت لان هي بقت اقوى من التلفزيون بكتير جدا. في ثانية بتصور الفيديو ينزل يبقى عندك عدد متابعين، شهر جدا. ايه الطبطبة؟ ضحكتك؟ ضحكتك؟ فيها كهرباء. ماشي يا يلا بينا. فيها كهرباء. مثلا قرب اتم مثلا كده، قرب ماشي كده، قرب كده، اسمع اسمع اسمع. بما انكم كلكم بتقدموا محتوى على التيك توك، قولوا لي بقى انا كمشاهد بستفاد ايه من اللي انتوا بتقدموه ده؟ هو احنا بنقدم حاجه كده شبه على ارض الواقع مثلا، بس بنجيبها بطريقه اللي هو الصغير والكبير يفهمها، مش بنجيبها بطريقه وحشه بس مش اكتر. يعني انتوا شايفين ان انتوا بتقدموا محتوى هادف ولا مجرد ان انتوا بتضيعوا وقت او بتسلوا نفسكم؟ ايوه بنقدم محتوى هادف زي التمثيل، شفت التمثيل اللي احنا بنقدمها بقى على دقيقه او دقيقتين، فاهم؟ فيديوهات زي الادمان وكده، فبنوعي الناس بس نخلي بالهم من حاجات كده بس مثلا مش... يعني انت بيكون عندك فكره موضوع عايز توصل منه نصيحه زي فكره مثلا اللي هي الادمان وكده، فاحنا بنعملها على فكره وفي الاخر بنقول مثلا اللي هو الادمان اخرته موت، اخرته وحشه كده. قولوا لي بقى انتوا بتستفادوا ماديا من ورا التيك توك ده ولا لا؟ لا 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 ما بنستفادش منه، احنا هي بس شهره بس. يعني انتوا عشان الشهره بس؟ لا احنا هنعمل حاجه اول ما الشهره في رقم معين في دماغنا، اول ما نوصله نخش ان شاء الله يوتيوب. احكوا لنا بقى اللي انتوا بتقدموه ده، عايزين توصلوا رساله للناس ولا حابين تتشهروا ولا ايه الهدف من الفيديوهات انتوا بتعملوها؟ واحد 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 واحد.
احنا بنعمل مواقف حزينه كده عشان نقدم رساله بس للناس مش اكتر، فمش حكايه شهره وكده والله. في ناس بتطلع بنات معاهم وكده وعشان يشيروا، لكن احنا بنعمل مواقف حزينه يعني تحس ليها قريبه من الواقع بس مش اكتر، بس هي من تاليف خيالنا. انتوا بتقدموك يعني بيأثر مع الناس وكده ولا ايه؟ انا شايف اللي هو محتوى حلو وما فيهوش اي حاجه وحشه، بنقدمه للناس والناس بتفهم المواقف وكده كمان الناس اللي بتقدم محتوى، انا بشوف ناس بتقدم محتوى يعني عايز امسك الموبايل ارميه او عايز اقول للناس اللي مسحوا التطبيق ده، ايه اكتر حاجه بتستفزك من اللي بتقدم على السوشيال ميديا، سواء انستغرام سواء التيك توك؟ التيك توك والله بقى كل الناس بقى تقول عليه تيك توك مش تيك توك، او الفيسبوك، يعني ايه اكتر حاجه بتستفزك وايه اكتر حاجه مش عايزين اللي هي تشوفوها تاني؟ هي الحاجه الوحيده اللي مش عايز تبقى موجوده اللي هي البنات اللي لها قلعه بتاذي اطفال صغيره، واطفال الصغيره بتقعد تتفرج على حاجات وحشه وكده. طب وليه بيلعبوا؟ هم بقى اللي بيبقى معاهم في الفيديو هم طالبين منهم كده عشان الشهره، واي بنت عايزه تتشير تروح تعمل فيديوهات اهو تقلع. يعني هي بتستسهل الشهره، يعني بتستسهل الشهره، بتخش على الطريق السريع على طول. مثلا بيرتبط ببنت مثلا لا مرتبط بيكي مثلا يومين ثلاثه، بعد كده ايه مثلا يعمل معاها 5 6 7 فيديوهات، بعد كده يقوم سايبها وراح يرتبط بواحده ثانيه عشان يعلي الصفحه. هو اهم حاجه بس عنده صفحته، ملوش دعوه بيها بقى يزيها يأذي اللي هو بيتفرج على الفيديو، لا ويقول الفاظ خارجه عادي. ده بس كل ده عشان الشغل. بقول لك ايه، ما تيجي نخرج؟ يلا نخرج. معاك كام؟ معاك 500 وانا معايا 600 وانا معايا 200 جنيه. انت معاك كام؟ مش معايا فلوس والله يا عم. انت هتصاحبنا ليه؟ مش هنبدا عندنا مش يلا يا عم نخرج. تعالى يا صاحبي انا معايا فلوس يا صاحبي. اصحاب مصالح والله. سلام يا اصحاب المصالح. صح. ايه ده يا علي، بقيت بتعمل تيك توك خلاص كده؟ ده حقيقه جزء صغير جدا من الناس اللي عندها رسالة وعندها محتوى عايزة تقدمه. ليه؟ في التقارير دي شفنا واحد عايز يقدم رسالة من خلال هو يضحك الناس، والتاني عايز يقدم رسالة من خلال يوريهم نصيحة صغيرة اللي هو عن الصحاب، وده واقع بنعيشه فعلا. لكن في جزء تاني مش همه بقى الشهرة دي بتيجي منين. ممكن نجيب بنت خليها تقول ألفاظ مش كويسة، تخليها زي ما هو بيقول تقلع أو اسلوب قذر علشان نتشهر بيه، ايا كان الشهره اللي هي هتيجي دي، سواء بانتقاد سلبي او سواء بالفاظ ايا كان ايه هو. فيا ريت البنات ما تساعدش الشباب ان هم يستغلوهم الاستغلال ده زي ما سمعتوا في التقارير. فعلا يا علي الفيديوهات بتاعتهم، حتى كمان لما بحثت على صفحاتهم، لا بيقدموا فيديوهات بسيطه محمد وجانا وخفيفه يعني، وعايزين فعلا يقدموا نصيحه في صوره دقيقه واحده. طب خلينا بقى يا علي نشوف التقرير التاني معانا عن رأي الشباب في الارتباط على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مرة تانية. الله بينا. احنا بنناقش ظاهرة الارتباط على السوشيال ميديا. ارتبطت قبل كده من على السوشيال ميديا؟ على الانستا. طب ما تحكي لنا كده. انا كنت بنزل صور كتير وكده، فواحدة دخلت تكلمتني، قعدت تتكلم معايا وقالت انت عسول وينفع ارتبط بيك وكده، فعادي يعني قلت لها لازم نبقى اصحاب وكده، وانا ماليش في جو الارتباط وكده بس. ارتبطت قبل كده؟ هو انا تعرضت لحاجات دي كتيره بس ما حبيتش ان اخش فيها. ارتبطت قبل كده من على الفيسبوك؟ لا خالص. ما ارتبطتش من على السوشيال ميديا؟ لا لا لا. ممكن الواحد يرتبط بانسانه ويكون كويسه ويتعرف عليها وبعد كده، وممكن في الاخر تبقى ولد عادي. حد حصل له الموقف ده؟ عملت فيه موقف وكده. دخلت كنت عملت ايميل باسم حد اسمه ميرنا، يعني بنت عادي، ايميل فيك وكده انت فاهم. فاللي هو ايه، فانا عارف ان هو كان بيروح كنس العذراء وكده، فانا اعرفه يعني وكده، فانت فاهم. قعدت كلمته وقعدت معاه ممكن باليوم كامل 24 ساعه نتكلم وكده. انت فاهم، لغايه ما اللي هو ايه خلاص قررت ان هو اقول له تعالى تقدم لي. ايه رايك في علاقات السوشيال ميديا الارتباط على الفيسبوك؟ هو انا مش تابع الحوار ده وتابعه في نفس الوقت، الاثنين مع بعض. ازاي؟ هقول لك ازاي. يعني في ارتباط دلوقتي عامه اندر ايدج مال الدنيا، تمام؟ ف تحب واحد تشوف شكله لبسه الكلام ده كله، انا مش مع ده، ضده. مع ايه بقى؟ مع مثلا ممكن في علاقتين يتقابلوا مع بعض. يعني انا اعرف اثنين اتجوزوا من تيك توك. انت ارتبطت قبل كده طيب من على الفيسبوك؟ لا بصراحه لا، بس بيتعرض عليا كتير. ليه بقى؟ لان انا اكيد يوتيوبر، فليا جمهور كتير واخوات كتير، ما بحبش اقول عليهم فانز، فاهمه؟ بس فانا ضد حاجه زي كده، لاني
الارتباط عمره ما هيجي من على الفيسبوك، عمره ما هيجي من على التواصل الاجتماعي، لا الارتباط ده يكون من القلب. ايه رايك في الارتباط على الفيسبوك؟ نصيحه مني بلاش. عندك تجربه مثلا تحكيها لنا؟ بصراحه. طب احكي لنا. انا كنت بنزل فيديوز لحد دلوقتي، مش كنت انا بنزل فيديوز على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب، فهي دخلت علقت لي كتير وطلبت ان احنا نكون بنتقابل. فانا كنت بنزل ستوري قبل كده على الفيس ان انا رايح كايرو فيستيفال مع صحابي، فقالت لي خلاص انا قابلك وبتاع، لان كانت بتبعت لي كتير، فانا ما بحبش ما اردش على حد والكلام ده كله، فقلت لها اوكي نتقابل. رحت كايرو فيستيفال وهي كان معاها رقمي، انا رقمي على البيج. كلمتني انت فين، انا جيت كايرو. فانا استاذنت من صحابي بقى، هي قالت لي انا جايه وبشعري وبتاع، فقلت خلاص دي فرصه. قلت لهم بس لاصحابي، قلت لهم هروح اجي. ما كانتش بعتت لك صور قبل كده؟ كانت بعتت لي صور بس الحاجات بتاعت السناب شات بقى والكلام اللي انتوا عارفينه، الفلات ما خالص، لا غير الحقيقه. استاذنت من صحابي هروح وبتاع، واحد صاحبي قال لي راح فين، قلت له بس هجيب حاجه بس في ناس زمايلي وكده. المهم رحت تابعت معاها التليفون، ما شفتها. لقيت ايه؟ لقيت واحد صاحبي تاني كان بيهزر معايا. لا لقيت حاجه تانية خالص بقى، الفلاتر والسناب شات والكلام دوت. رحت اتصدمت، فبقول لها انت كذا، قالت لي مهند صح، قلت لها انا، قالت لي طيب عامل ايه، قلت لها بصي معلش عشان بس هروح اجيب حاجه من ناس زمايلي وهاجي. لحد دلوقتي لسه ما رحتش تاني، لسه ما رحت، استنوني انا مش جاي. هو ده لسه ما جبتش الحاجه، هي واقفه مستنيه في كايرو ده كله. طبت قبل كده على السوشيال ميديا؟ طبت مره من كام يوم، لسه من قريب دلوقتي. طب ايه اللي حصل؟ مفيش، كلمتها واتقابلنا وكده، ولسه خدنا مع بعض اول امبارح. طب وناوي على ايه بقى في الموضوع؟ لا خلاص بقى كفايه، خدنا الصورتين خلاص، مش عايز. يعني ايه بقى الفكره دي، فهمني اكتر. لا انا خدت الصورتين خلاص، مش عايز حاجه تانية. يعني ايه، يعني خرجت معاها واتصورت معاها خلاص مش عايز حاجه تانية؟ طب ليه بتعمل كده؟ انا مش انا اللي عملت، لقيت لها الصور يعني صوص وذكر، فانا قلت لها ماشي. يعني ايه الفكره ان انت ايه، ليه كلمتها اصلا؟ انت عايز ترتبط بيها، عايز تخطبها، عايز تكمل معاها؟ الصور على الفيسبوك غير الصور الشخصيه اللي هي الحقيقه قدامي. فروحت ما عجبنيش الموضوع، فقلت لا شكرا، فقالت لي الصور تمام، ما عنديش مشكله. انت بتسلي نفسك وتضيع وقت يعني. قومي الميه بس. قول لنا طيب، انت ارتبطت من على السوشيال ميديا قبل كده؟ زمان من 3 سنين. وايه اللي حصل بقى؟ عادي كلمتها وقعدنا شهرين بنتكلم بعض، جيت راح اقابلها، بعت لي صورها، تبعت لي صور ليك، قالت لي لا مش لا في الاول، بعد كده بعت لي صور ليها، لقيتها حلوه، كانت بطل من الاخر. رحت بقى لقيت قبلها من 3 اشهر. لقيتها ايه؟ لقيت واحد صاحبي داخل عليا عامل فيك مقلب يعني. بس ده اللي حصل. ده أنا بسميه الارتباط في العالم المزيف، كل ما وراء الشاشة هو مزيف، زي ما شفتوا طبعا في التقارير ورأي الشباب، اللي عامل مقلب في صاحبه واللي بيروح يقابل واحدة فيلاقيها بصورة تانية غير اللي هو كان متخيلها، فيبدأ يقول إنه اتصدم وإن هو يمشي ويسيبها. وبرضو عايزة أوجه حتة يعني زي شوية كلام للبنات كده، أو رسالة للبنات، إن أنتي بتبقي مثلا مصدقة اللي قدامك أو بتثقي في الشاب اللي قدامك، ولكن هو بتكون نيته حاجة تانية. يعني في اللي عايز يتسلى، في اللي عايز يضيع وقت، في اللي هو مثلا خلاص يعني عايز يكلم بنات وخلاص. وبنبدأ بقى نشوف المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، إن في الآخر البنت يبدأ يبتزها بصور ليها أو بالشات بينهم، فهي تخاف من الفضيحة، ف تبدا بقى ان هي تستجيب ليه لغلط اكبر من الغلط الاولاني. يعني المشكله ان يعني شباب عارفين كده وبيقولوا كده وزي ما سمعنا في التقارير، بس والبنات مصدقه نفسها، هم عايشين في عالم مزيف زي ما احنا بنقول، وبيستخدموه بطريقه غلط جدا. بس في منها ناس بتستخدمه بطريقه صحيحه وعندها رساله عايزه تقدمها وعندها نصيحه عايزه تقدمها حتى لو بشكل بسيط جدا، زي محمد وجانا وبقيه الناس. وانا معاهم ما فيش مشكله، واقدم معاهم ما فيش مشكله، بس عندهم حاجه عايزين يقدموها. في ناس تانية عندها ادمان. ادمان. ادمان الادمان ده يعني، في لو في صوره معانا يا ريت نستعرضها. في الترند الاخير ولد مع مامته اتصور ان هو عنده سرطان، حلق وعنده سرطان وسنين، يعني بقاله سنين بيكذب. لا وترند ترند يعني ترند خلاص، الناس متعاطفه معاه ومصدقاه. هو عمل ده ليه؟ حلق زي يعني المرضى وكده، ولبس تيشيرت مكتوب عليه ان هو مصاب بسرطان،
وتصور مع مامته. يعني الحاجة سيئة جدا ان مامته هي شجعته كمان على الموضوع ده. يعني مش تقوله لا انت هتعمل ايه انت بتدعي المرض, لا هي شجعته تصور معاها ونزل الصورة دي وبقى ترند. بقى ترند على حساب ايه؟ على حساب ادعاء المرض, ومرض يا ربنا يشفي كل المرضى يا رب. فهو بقى ادمان. الصوره زي ما شايفينها يا على الشاشه اهي بقى ترند. بقى خلاص هو يعني, بس هو نهايه الكذب يعني ما بيطولش, هو انت هتكذب الكذبه هتبان مش هتطول معاك. الناس بتعرفك ان انت كذاب. لا مش كذاب كمان, الناس بيبقى عارف اللي هو ايه, انت عملت ده كله عشان تشهر تركب الترند. اديك ركبت الترند, زي ما انت قلت كميه نقد وكميه ناس هتكرهك غير طبيعيه. كنت انت لسه حتى بتقول لي دلوقتي ارقام الناس اللي لا على ارقام الناس يعني ارقام الناس دي يعني في مقوله بتقول لو الفيسبوك دوله لكان اكبر دوله في العالم. ليه؟ لان عدد المشتركين اكبر من اي دوله موجوده, اكبر من دوله الصين بحوالي 400 مليون. فالفيسبوك لو دوله هو هيبقى اكبر دوله من في العالم من حيث عدد المشتركين. كمان المعلومات الرهيبه او الناس اللي بتنشر البوستات على الفيسبوك, في معلومه بتقول كل يوم بيتنشر حوالي مليار بوست. متخيله رقم كبير جدا مليار بوست. يعني لو يعني دولة تانية خالص. وعلى تويتر وانستجرام. عشان كده السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة بقت أكتر حاجة مؤثرة في الحياة بتاعتنا عامة. تويتر بيحصل حوالي 200 مليار تغريدة بتحصل كل سنة على تويتر. أرقام رهيبة حقيقي. وسائل التواصل الاجتماعي بقت أقوى بكتير من التلفزيون. أي حد عايز يقدم حاجة في ثانية يتصور فيديو, يتصور حاجة يقدمها, خلاص وصلت للناس انتشرت. أقوى من التلفزيون كتير جدا. بقت وسيلة سهلة ومباحة بشكل سريع جدا. أنا بشكرك جدا يا علي, وللأسف حلقتنا خلصت النهاردة, وبنشكركم جدا على متابعتنا, واستنونا في حلقة جديدة ورسالة جديدة يوم السبت الجاي من برنامجكم رسائل.